شيخ ابراهيم، هل في امور تانية غير مسألة المصريين في الخارج؟ واعتقد كده ان شاء الله هتتحل يعني بعد عودة الوزير ان شاء الله من الخارج. طيب، هو حضرتك بداية احنا عندنا دلوقتي في تعليمات وصلنا بتاريخ 20/2/2023، كتاب دوري صادر من وزارة العدل بيقول على جميع السادة المأذونين والموثقين المنتدبين بجميع أنحاء الجمهورية التأكد من استخدام نموذج الشهادة الطبية المؤمنة المستحدثة المرفق صورتها مع القرار، تمام، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 26 فبراير 2023. ده الشهادة الجديدة، تمام. وأن الإخلال بذلك يعرضهم للمساءلة القانونية أو المساءلة التأديبية لإخلالهم بواجبات وظيفتهم. طبعا هو المأذون قائم موظف وقائم بخدمة عامة، فهو بيخضع للتعليمات الإدارية. فأنا النهاردة عشان خاطر أعمل حاجة أو أعمل أي إجراء، دي إشكالية موجودة النهاردة في معظم المحاكم. طب إيه الـ يعني في بعض الناس خدوا تعليمات شفوية. هي النماذج الجديدة المفترض إن هي من امبارح بدأت. إيه المشكلة في كده؟ طيب، هو النموذج ده لو أنا هتجوز النهاردة مثلا أو بكرة، فالنموذج ده المفروض هيبتدي تنفيذه من يوم 26 فبراير من امبارح. فالنموذج ده بياخد حوالي 14 يوم، بياخد 14 يوم عشان إجراء التحاليل زي ما وزارة الصحة أعلنت، حوالي 14 يوم عشان خاطر النموذج ده يبقى في إيد الزوج. طب أنا هتجوز بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، طب هو أكيد كان عامل أنا هعمل إيه؟ أنا عملت فرح بالطريقة القديمة، صح كده دكتور؟ برضو دكتور حسين، طيب ما التعليمات يا فندم، أنا عارف إن هو التعليمات واضحة إن الشهادة الصحية الطبية المؤمنة انا ما اقدرش اخالف التعليمات دي الا لو جات لي تعليمات جديده وتعليمات مكتوبه يوقع عليها جميع المأذونين في جميع المحاكم بتاعه الجمهوريه. طيب دكتور حسام، فهو زي ما الدكتور حسام قال لحضرتك، اشكر حضرتك على شيخ ابراهيم، تمام. طيب دكتور حسام، دلوقتي زي ما بيقول الشيخ ابراهيم، من امبارح المفترض وفقا لقرار وزاره العدل لازم المأذون يعتمد على الوثيقه الجديده المؤمنه. طيب اللي جاي النهاردة يكتب كتابه أو بكرة معهوش لسه الوثيقة الجديدة، هيعمل إيه في الحالة دي المأذون؟ وفي الحالة دي هيعاقب؟ أنا هقرأ لحضرتك الكتاب الصادر من وزارة الصحة والسكان بعد توجيه معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار بتاريخ 27/2/2023 وممهور بهام وفوري ويعرض في الحال الى السيد المستشار مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم. في نص الكتاب ينص صراحه الى انه التفضل بالتوجيه بما يلزم لجهات الاختصاص اللي هم الساده المأذونين للاحاطه بان الشهادات الطبيه الخاصه بالمقبلين على الزواج الصادره قبل 26/2/2023 ساريه ويعتد بها. تمام، يعني كده ما فيش مشكله، بالتالي احنا حلينا المشكلة دي بالظبط. تمام، بس المشكلة اتحلت شفوي، لكن لحد دلوقتي ما وصلش مش شفوي. هو في خطاب موجه من وزارة الصحة لوزارة العدل من الكتاب الذي تم ارساله فعليا. طيب، انا تابع يا دكتور عبد وزير العدل شؤون المحاكم، انا قمت بما علي بإرسال. انت حضرتك خطبت الوزارة لسه، الوزارة ان شاء الله غدا، ودي بشرة خير برضو للشباب المقبلين على الزواج ان من بكرة هيبقى في تعليمات جديدة مكتوبة موجهة للمأذونين الشرعيين باستخدام الشهادات الصحية القديمة السارية، لان مدة الشهادة مكتوب عليها 6 شهور. طيب، في اشكالية تانية برضو، يعني اتمنى دكتور حسام يكون متفاهم للموضوع ده. فضل، لو واحد النهاردة هيكتب بعد اسبوع من النهاردة، تمام، هو لسه عارف بموضوع الشهادة يوم 26، فهو النهاردة هيروح مكتب الصحة مش هيديله الشهادة الصحية دي، صح، إلا بعد 14 يوم وهو، صح، حجز وعمل القاعة بتاعت الأفراح. يعمل إيه؟ ده حقيقي برضه، مش الشهادة القديمة. عايز بس أتكلم في مسألة ال 14 يوم عشان تبقى واضحة. إحنا قلنا ال 14 يوم دي هي الحد الأقصى للحصول على الشهادة، ولم نقل أن ال 14 يوم ده هو الحد الملزم للحصول على الشهادة. احنا بنقول هي 14 يوم كحد أقصى، وبالتالي يمكن الحصول على الشهادة قبل هذا الحد الأقصى بعد 3-4 أيام، 5 أيام، 10 أيام مثلا. يعني احنا بس بنرجو منكم أن انتوا تسهلوا الأمور حتى في بداية التطبيق،
لان الناس لسه ما عندهاش علم بموضوع الشهادات الصحيه دي. ممكن يكون حاجز فعلا في البداية يعني حاجز نتجاوز فرحه مرتب اموره ان هو يتجوز يوم 3/3 فيفاجئ دلوقتي احنا 27/2 ان هو مفترض يستلمها مثلا حصل فعلا بعد 3/3 فهيعمل ايه يا استاذ عم؟ طبعا حرصنا الشديد على ان يحيا المواطنون بصحه وبراحه في نفس الوقت. انا بقول لحضرتك انه تم التطبيق 26 كان في اجتماع مع السيد نقيب المأذونين والسيد الوزير خارج البلاد. ايوه 27 تم التواصل مع سيادتي يوجه على طول وهو خارج البلاد. 27 كان في جواب طالع من وزاره الصحه الى السيد مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم. ده النهارده في تسهيل ايه اكتر من كده؟ ده النهارده. لا هو قصد الشيخ ابراهيم ان بس يا فندم يعني في الفتره دي ان لو الشهاده يكون في توجيه من الوزاره بقى داخليا ان تطلع الشهاده في خلال يوم او اثنين او ثلاثه بالكثير. هو ده قصد الشيخ ابراهيم على ما اعتقد يعني في نوعيه التحاليل. مبدئيا لحد ما الناس تتعود على النظام. التاخير سببه ان التحاليل الجينيه تحتاج الى وقت، ده بطبيعه التحاليل الجينيه. أيوه. فنحن نعمل بكل جهد وعلى بشكل واضح وسريع على الانتهاء من التحاليل بدقة وفي موعدها أكيد. لكن في حاجات خارجة لأن هي طبيعة التحليل الجيني أنه يستغرق وقتا. لكن زي ما أقول لحضرتك كده إحنا بس عايز أشير من هذه الخطوات الفعالة التي تمت في وقت قياسي إلى أننا حريصين جدا على زي ما أقول لحضرتك كده على صحة الأسرة المصرية، الرجل والمرأة والأطفال المستقبليين، وفي نفس الوقت حريصين على أن يحصل الناس على خدماتهم بأكثر وسيلة ميسرة يمكن التعامل. طيب شيخ إبراهيم لو اتنين في طلقة رجعية وهيرجعوا لبعض، وهل في الحالة دي هيحتاجوا، هل هتطلبوا منهم برضو شهادة للزوج والزوجة المطلقين دول؟ هي الطلقة الرجعية لا يحتاج فيها إلى شهادة صحية لأن الزوجة ما زالت في عصمة الزوج. الزوجية قائمة، فإحنا مش محتاجين شهادة ولا قانونا ولا شرعا. لكن لو طلقة بائنة النهاردة يعني هيعمل عقد جديد ومهر جديد وإذنها وموافقتها ورضاها، فبالتالي طبقا للتعليمات اللي موجودة عندنا إحنا لازم نعمل شهادات صحية ما لم تأتي تعليمات جديدة. ده مثلا متجوزين من حضرتك أنا ملتزم بالتعليمات. ممكن تلاقي ناس مثلا طلعت بعد 10-15 سنة هنعمل لهم شهادات جديدة، ممكن بعد 20 سنة بعد 30 سنة ملاش علاقة بقى. والله أنا التعليمات عندي واضحة. لازم ما لم تأتي تعليمات جديدة مثلا تمام. إني استثناء الزوجة اللي رجع لزوجها من الشهادات الصحية، زي مثلا برضو عقود التصادق على قيام الزوجية. في بعض عقود الزواج اللي عندنا احنا دفتر زواج ودفتر تصادق على زواج، وعندنا دفتر الرجعة ودفتر الطلاق ودفتر التحكيم. لو تم مثلا زواج عرفي وجايين يعملوا عقد تصادق على قيام الزوجية تمام. او وثيقة زواج فقدت او وثيقة زواج فيها خطأ ما، فالوثيقة مش بتظهر على الكمبيوتر، فبيروحوا يعملوا عقد تصادق على قيام الزوجية. الحياة الزوجية قائمة وعندهم اولاد، هل ده بيحتاج الى شهادات صحيه؟ احنا عايزين تعليمات واضحه ومباشره طيب. وصريحه عشان خاطر كل الناس تلتزم، ما يبقاش فيه لبس. طيب دكتور حسام في عقود التصادق او أنا لا اعتقد أنا ان أنا استاذ عمرو برضه خليني اؤكد على جزئيه. الجزئيه طبعا. الاولى انه احنا في وزاره الصحه حريصين جدا على الصحه العامه وعلى التيسير على الناس في اطار الصحه العامه. لكن خليني برضو أسأل سؤال، يعني ده سؤال تبادر إلى ذهني، هو الإلزام بالحصول على شهادة طبية قبل توثيق الزواج ده كان من سنة 2008 حقيقي. الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي نوعية الكشف وشكل الشهادة وإنها أصبحت أكثر جدية بصراحة يعني. فمن 2008 صحيح فعلا كلام حضرتك، اتصور المشكله بتاعه انه الشهاده الجديده، طب اللي معاه الشهاده القديمه وارد لان هناك شهاده جديده، لكن هذه القضايا المرتبطه بالتصديقات والمرتبطه بالطلاق البائن طب ما ده من 2008 يعني ما الذي جد؟ لا اصل المره دي اصبحت اكثر الزاميه اللي جد حضرتك صراحه يعني كانت الشهاده بتطلع خلال يوم، لكن دلوقتي بتقعد 15 يوم. يعني زمان كان واحد هيرجع مراته ويروح الصبح
يعمل الشهادة الصحية بالليل يجي يكتب عند المأذون. لكن أنا النهاردة لو واحد مطلق مراته عايز يرجعها هيقعد 15 يوم عشان خاطر الشهادة بتاعته تطلع، أو 7 أيام أو 10 أيام. يا فضيلة الشيخ، احنا قلنا أن 14 يوم هو الحد الأقصى، وبالتالي أنه ممكن تصدر الشهادة خلال 3 أيام، خلال يعني الحد الأقصى شيء، وأن وقلنا 14 ما قلناش 15. الحد الأقصى يعني هو أقصى زمن، ولا يعني أن هذا هو متوسط الزمن للحصول على الشهادة. وإحنا بنتكلم النهاردة في تاني يوم. طيب خلينا ندي لنفسنا فرصة ل14 يوم، وساعتها إحنا هنبلغ حضرتك والمواطنين أيضا ما هو متوسط أيوة زمن صدور الشهادة، بعد ما نبتدي نشتغل ويتعمل كشوف وتحاليل ونشوف هتاخد 3-4 أيام يومين هيبان بقى. يعني فدعنا إيه لا نستبق الأحداث، لكن زي بقول لحاجة كده، إحنا ما كان فيه إشكالية واضحة وتحتاج إلى تدخل سريع تم التعامل معه، على الرغم من الالتزام السيد الوزير. وزي بقول كده 26 كانت الإشكالية مطروحة، 27 كانت محلولة من جهة وزارة الصحة. مظبوط. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار، متحدث باسم وزاره الصحه والسكان.